السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نادي الدحيل في المركز الثاني والوكرة في المركز الثالث، نحن جدا نعم موقعة حسم من جديد، وفريق نادي الغرافة وكذلك قطر والخور، الخور من أجل الهروب على أمل أن يخسر السلية ويقدم هو نتيجة أفضل. فريق أم صلال صاحب المركز السادس برصيد 25 نقطة. أم صلال وتحسين المركز أو البقاء في هذا المركز لازم. يونس علي مدرب النادي العربي ووسام من لقاءات الجولة الأخيرة لدوري نجوم كيو إم بي، استاد وملعب ثاني بن قاسم ملعب نادي الغرافة يحتضن أحداث هذا كرة القدم الدولية إلى العراق، وتحديدا ستكون من خلال بغداد في المرحلة القصيرة. يوسف شوكر بيلعب يمين وشماله في نص الملعب، نجم التونسي الكبير يوسف المساكني، 7 أهداف ليوسف المساكني ما بين قيادة ما بين صانع لعب ما بين هداف، واحد من نجوم الحياة. وأب يوسف مفتاح للنادي العربي، يوسف مفتاح يرجع للمساكني يغير اتجاه اللعب كده عن طريق فارشيد اسماعيل، دمه مساحة كويسة حط ناحية الشمال للمساكني يعمل باص تاني تحول جميل، لكن عبد الرحمن أبكر من عناصر. نرجع ورا تاني على طول، بدر السيار استلام تحت ضغط المساكني لكن مقفول تاني، ايزل المساكني برضو على طول، باربوزا حافظ على كورته كويس الضغط عليه سيار المساكني يرجع لورا عشان يستلم يبقى عنده رؤية اكتر، اشتغل بعرض الملعب بهدوء كده خالص الى احمد سهيل فاز بيها مرة وكان وصيف مرة من جديد. مسكني قطع ديبو بألم، ألم الخبطة نفسها، بص أهو بص الكدمة نفسها، هو مولود في النرويج لكن والده ووالدته من كوت ديفوار. تاني من جديد محاولات أهداف، هو جناح أمامية تاني، كان المواس قبل كده السوري طبعا عارفين كان موجود مع نادي أم صلال الآن في العراق متألق واحد، ده معنى إيه؟ إن لو بقيت النتيجة على ما هي عليه هيكون العربي هو أيمن حسيني وسيل بخيت، 7 أهداف 7 أهداف 11 هدف، أعتقد ده هيبقى صعب حد يقرب منه شوية أعتقد. تاني على طول أمير ومحترم ولكن جمهوره بينتظر الأفضل، السلية يتقدم، السلية يتقدم على الغرافة 2-1 من جديد، السلية يتقدم. عبد الرحمن فايز، عبد الرحمن ياسين بيروح من اليمين مرة والشمال مرة بيحاول ينوع شوية، خارج التشكيلة النهاردة مصاب. تاني على طول في نص ملعب احمد فتحي، 32 سنه ياسين البخيت، لعب في السعوديه فتره في الامارات فتره في الكويت فتره. يوسف المساكني بقول لكم واحد بالعود دخل على ماتش في نص ملعب، مكسب للفريق في كل الظروف. تاني على طول اللمسه المساكني، لمسه جميله قوي قوي لفرشي، قافلين نادي ام صلال كويس النهارده، وسام رزق منظمهم كويس. تاني على طول اقطع لعيبه النادي كده، يبقى العربي هو الرابع والغرافه الخامس وام صلال السادس. تغيير اتجاه اللعب، ايمن كان لاعب سابق طبعا في الجويه، لعب في الشرطه، لعب في النفط، لعب وفي محترفين ممكن يكون في كلام عليهم وده منطقي وطبيعي. ادي يوسف المساكني، فينك يوسف؟ والله خساره الزمن ده كله لابس فانله وشورت ومش مستمتعين بيه. ايوه كده، ادوا له الكوره، ادوا له الكوره، الكوره بتحبه، الكرة بتحبه وهتروح له وهتكون سعيدة وهي ما بين أقوى. هو شوف ما يقدر يغامر الحين لأن الحين كل شيء في يده عادل، يعني الحين حتى نتيجة لأن لو قطر فاز، والله حتى لو فاز قطر مع تعادل أم صلال هيبقى ضاعت وبسهولة قوي قوي، سهولة غريبة جدا جدا ضاعت اللعبة اللي فاتت. تاني على طول محاولات من لياقة بدنية وفنية ومهارية وذهنية ونفسية بدل عرضية، والباص الأمامي ايزيل البرازيلي ايزيل لازم يخلص بسرعه كده هيستهلك او فاول عليه هيسترها، ما تشتكي ولا تتعب ولا ليها دموع تعيط ولا تبكي، خليها هي اللي تجري، خليها برجلك ليه؟ بالذكاء المساكني طبعا فوز على السليه ثم الخساره من قطر ثم السد، يعني شويه خسائر كده ورا بعض عطلوا العربي شويه خبير لان اللعب معظمه في الثلث الاوسط. من فايز
طب رمي التماس لصالح النادي العربي، قريبين من بعض بس مش عايز يوصلها، يعني مش عايز يوصلها. مع الوقت والخبره مش هيبانوا خالص، هيبقوا جواه. يوسف مفتاح مخلص مجتهد مؤدي، النوعيه دي لازم يكون عندك 3 4 منها على مدار الموسم في الخطوط كلها. وعمه كمان صلاح ذكي، كان لعيب كبير. الوقوع اللي بعد كده من غير حاجه، الوقوع اللي بعد كده ملوش علاقه بيوسف المسكني عشان ما حدش يفهمه غلط. سلامات يوسف المسكني، مش محتاجه، مش محتاجه، ما فيش حاجه تاذي. مفتاح مسكني الى يوسف مفتاح، احمد فتحي سابها لنفسه كويس، ومعاه عبد الرحمن مقلق للمدافعين، مسافه اللي بينه وبين حارس المرمى. ادي ضربه الراس فعلا يا ولد، عملها، عملها لسه الحقيقه بدون تسلل. كان حاضر الجابوني ارون بومبنزا ليسجل اول اهداف اللقاء. دي النتيجه تعملت حلوه قوي 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 قوي، الفكره ممتازه سواء من ديوماندا. بقول لحضراتكم مكان مقلق جدا جدا جدا، الا وارون بومبنزا اللاعب الجابوني يسجل ثامن اهدافه بعد بالبقاء في المربع الذهبي، ليكون هو الفريق الرابع للبطوله حتى ما بين اقدام خليفه ابو بكر ورأسة هداف الدوري التركي العام الماضي ارون. ضغط ثاني، ارون، ارون يا ولد العيب، يا ولد العيب، لا 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 المسكني. ثنائي، ثنائي تقدم 2-0. الله الله الله، بساطة، سهولة، انسيابية. العربي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الجمال، يا عيني على المهارة، يا عيني على اللحن الجميل اللي بيعزفه النادي العربي في حضرة هدفه الثامن المسكني، هدفه الثامن. إذا النادي العربي الكبير يوسف المسكني الذي يسجل هدفه الثامن. بومبين أروع ما يكون، نعم عزف لم يكن منفرد بل عزف جماعي بمهارة خاصة جدا للنجم، يرفرف في سماء الغرافة، في سماء استاد ثاني بن قاسم فرحا وسعادة. الحارس مرمى للدحيل، حارس مرمى للخرطيات، حارس مرمى وطمأنينة. والمربع الذهبي يرحب بالنادي العربي بعد 11 سنة. العربي في المربع الذهبي للسد، هو بطل الدوري 59 نقطة بدون أي خسارة، يلعب بكره مباراته الاخيره. الدحيل في المركز الثاني، الوكره بعد غياب منه ضغطوا عليه 3، رجع وخلصها ثاني، تروح على طول اقصى اليمين، الضغط ثاني. يوسف المسكني نجم التونسي الكبير، ضيه ثاني، ولكن ارون، ارون الايسلندي متالق الحقيقه رغم انه حليق الراس. قبل كده مرتين، الوكره اللي هيلعب في كاس الامير دو، والقرار يكون خاص بيك طالما طلعت من مرماك، والا خليك مكانك. الهجوم المعاكس هيعملوها تاني ولا ايه؟ تالت ولا ايه؟ ارون بومبنزا المرحله اللي جايه اتمنى له كل توفيق، كان لعيب كبير الحقيقه، كان لعيب محترم. كان قيين هنا في قطر، والهداف التاريخي لنادي الغرافه، وهداف تاريخي قطعا مع حسين سعيد هناك للكره العراقيه. طويلة أمامية على طول من أبو ندى، حارس المرمى معمولة حلوة أوي أوي أوي. المسكني يا لعيب يا كبير، يا لعيب يا كبير، يا لعيب ديوماندا، يا سلام على اللعب المباشر السريع. شوف المسكني وعظمته، ولا جميعا عبد القادر إلياس بيتم الدفع بيه تاني على طول من جديد. أهو ضربة جزاء ولا إيه؟ أحد أهم وأنجح البرامج الرياضية في الوطن العربي كله، برنامج الحكم على قنوات الكاس، كل الأمور، المواجهات المباشرة، أكبر عدد مرات الفوز في بطولة الدوري عموما. بعد كل الكلام دوت، بعد كل ده كمان اللعب النظيف، الإنذار والكارت. رامي سهيل بينزل وبيخرج المسكني ويخرج فرشيد، يعني يدي فرصة دولي على مستوى الشباب والأولمبي والكبار، بياخد الفرصة ويلعب. شوف الجمهور بيحيي المسكني ازاي، ويفوز 2-0، يرفع رصيده النادي العربي للنقطة رقم 36، يبقى في المركز الرابع ضمن المربع الذهبي، يلعب إن شاء الله، إن شاء الله يلعب في كأس قطر مع النادي السد، ويلعب بعد كده إن شاء الله مع دوري أبطال آسيا العام القادم، ونشوف النادي العربي في مكانة تليق به. هارد لك لنادي أم صلال، إن شاء الله السنة الجاية أيضا يكون في مكان أفضل من كده. مبروك
للعربي. هارد لك لأم صلال. تحياتي أحمد الطيب معلق المباراة. أعود إليكم إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة. الأعزاء عادل الملا ومشعل عبد الله.